والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك هبة، شكرا لك إلهام. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. ترأس اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التي تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن. وتم متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات. استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة. وقال رئيس الهيئة خالد صوفي إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تأكيد ودعم التعاون الفني المشترك، والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذا لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي، وترأسها وزير التجارة والصناعة بالبلدين. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروت الجديدة. وأكد وزير الري أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في 5 محافظات، هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وذلك لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. في ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات والارتقاء بها وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين، أعلن وزير التنمية المحلية تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2022-2023، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات. وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك السماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. وإلى البورصة المصرية، حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 622.675 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 9289 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.39%، ليغلق عند مستوى 1798 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 2642 نقطة.
وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و98 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و35 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و50 قرشا للشراء و22 جنيها و64 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب العالمية ليسجل 1703 دولارات للأوقية. وأيضا محليا، فقد انخفضت أسعار الذهب محليا قيمته 5 جنيهات ليسجل عيار 18 نحو 833 جنيها، عيار 21 سجل 972 جنيها، عيار 24 سجل 1111 جنيها. وأخيرا وصل الجنيه الذهب إلى 7776 جنيها. أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو أن الحكومة اليونانية ستعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز الروسي طوعاً بنسبة 15%، وذلك ابتداءً من شهر أغسطس المقبل، وبهدف التخفيف من تداعيات احتمال التوقف الكامل للإمدادات من روسيا. ختام أخبار المال والأعمال.